صاحب العقل دنيا تملك من واحد بلاده يا راسي اشتد بالبلا وترك الحيلة لا تتبع الفانية تعريك كما عرف اللي قبلك فاتو راسي تسقيك بالمرورات بعد النشوات كمن غوري صار معمي تلف الراي ما عرف وين رماتو غير اخد ونام صاب البقعة فيه خلات عراسي نوصيك يا مشوم الحال عزم لا تضيع وقاته اجي يا راسي نعوله نغنمو ما فات داعي بالشطرة حطت عليه أولاده وطاته مثل في الخالي خلاده رفت علاته كمن جهل جهلته جهل غلقت عليه صدته وخلاته ما يفرق قليل من نهار ما يدري لوقات كمن واحد برديل بين الردال خرب سازو بالحرام وشهواته رب عليه القنطاس والركايز ملت ورشات كمن واحد دخل للبحر من غير رياصة والموجة رداته والرياح السبعات لا يمت عليها تلاقات يا راسي موسيك يا مشوم الحال عزم الله تضيع وقاله أجي يا راسي نأول ونخلن ممفات عراسي راني نحدتك حديث المعنى كون فاهم معناته توب وندم على فعايلك ونسى شي نفات عراسي اللي نوى الخير يجزيه الله يرفع له درجاته في هادي وهادي كنال كثير الحسنات طعم المسكين فرحه يا راسي يهديك حضر ليه عشاته ارحم اليتيم يرحمك رب المخلوقات عراسي نوصيك يا مشوم الحال عزم الله تضيع عقاته اجي يا راسي نأول ونغنم ونفات مول التجريب ينصحك الصمت ليه ورفد تجريباته تعلم التفسير الكلام وفهم المعنات شوف اللي فايق متمسك بحبل الله ويا مهناته يفلح بالنية الصافية وين الخيرات اندر من قبلك وين هما دوك الطغيان ياك مضاو ماتو وين الجبابير من تعدى والمحدودات يا راسي نوصيك يا مشوم الحال عزم لا تضيع وقاتو اجي يا سيدي نأول ونخدم We'll be right back.
محمد صبا صبا. المشايخ الماهرين كلها وبسماتهم علموا بالصالحين وكبار السادات سيدي سيدي الخضر بن خلوف مدح الهاشمي شهد قيادهم تسعة وتسعين فازها صاحب الخضر المغراوي سيف نظام وفارس عبد العزيز مجد سيغا مدبور مول القافية الرايقة وكمال الحسبات العالم يقدر في دروب وحواز مكناز ارفع راية والشيخ النجار ما يخفاش عدو هاد اللي كيف سهلة كل واحد خلى تاريخ ديوان بيانو محمد بن مسايب صاحب الرقاد والسماعين والسماعين شواهدو والسماعين شواهدو في البهجة البيضة شاهدو الوحلة منجرح الفرقة بيات وصبحو مشهورات الواقي عيسى من فضايل الموهبة نالو من فرمان المنداسي سيدي سعيد فقيه المهدر العزم لا تضيع وقاله اجي يا سيدي نعاون ونخدم الحاج العربي قصايدو مشروحين كنوز فيهم تخصيصا الشيخ العلوي مصابحو بالضياء ضوات مبارك السوسي شاع خبرو سمعنا بيه في تحقيق بيان تيامي بفياقتو وطحشي معلومات بن سليمان غنم من حكام الموهبة في صغرو حكما الحاج الباقالي راه سرو في منبوبات الحاج الباقالي باح سرو في منبوبات كم شيخ تريسو في بحر المعنى بالعقل وفكرا أهل الأدبياتهم ما زلهم مذكورات يا أخي موسيك يا مشوم الحال عزم لا تضيع وقاله أجي يا سيدي نعول ونخدم الذكار شافع وماتوا عدد ما في الحضر واللي يدي وما فات زهاني مدح الرسول طه
هيج فكري وما في جسد نغطو علمني بالإحسان شي لا ندريه وهيهال لقيته غير مصدفة تبعته بالشوق والغرام وعشقا نغطو صار حالي مملوك من غرام وزيد الفلجات ملكني وسعاني وسقاني كاس العقار من الصيبار ويا نغطو سرى في ذاتي والجوارح بيه السلال يا راسي نوسيك يا مشوم الحال عزم لا تضيع وقلب اجي يا راسي نعول ونقتل مومات الخير والعز والستر الحرمة والشان والقدر في توبات كرمني بهم وخرجني من الظلمات أحفى باسمي موضحه في حروف أبجد يعطي لك حسبانات سبعة والميتين زيد ستة والمية يا بتبات كان خفات عليك سير تسأل نحن عندهم معلومة يظهر لك مرسوم داغفالي بين الشدات لا تسغال الناكرين والجهد خليه ياك من قبل وفاماتو وين يمشي يلقى في عايلو ويطيح في الفخات خبر للداعي وقوله يخفي صوته لا يعود في ندم وين يظهر حسن الطبل قدام الرعبات الحمد لله في نظامي ما ننساها هي اللي اختمت نزيد نجدد في صلاة خير المخلوقات زين وزيك يا مشوم الحال عزم لا تضيع وقمت اجي يا سيدي نعولون الظلم ومات سين وسيك يا مشوم الحال عزم الله ضيع وقرد اجي يا راسي نعول ونقلب من بابات المصطفى عليه السلام.